مساء الخير. كل سنة بأكد مهرجان قرطاج أنه سيد المهرجانات. عبر الهواء مباشرة من أرض تونس الخضراء الجميلة مع أصداء الجمهور الرائع اللي الليلة افترش الأرض، مش بس الأرض، حتى الحجر، حتى الشجر، لأنه اللقاء رح يكون مع سيد المسرح اليوم. قديش تقولوا وقديه سعدة بلقائه، وقدي صورته وصوته هلأ حتى ولو عبر شاشة كبيرة رح يخلق مشاعر كتير حلوة. صعب الكلام إنه يكون بليلة مليانة إحساس. مساء الخير كاظم الساهر. مساء الخير جمانة، شكرا على المقدمة الحلوة وتحية كبيرة لهذا الجمهور الرائع. أمنيتي اليوم إنه أن أقدم له السعادة، وخاصة إحنا كنا في الطريق نمشي وشفت الجمهور ممنوع دخول السيارات فيضطرون يمشون على رجليهم، فكنت أتمنى أتمشى معهم حتى أصل المسرح. بس هن حتى لو جايين سيرا على الأقدام عندهم ما في عوائق، ما في صعوبات للقاء كاظم. تعرف مش هلأ من ساعات النهار الجمهور توافد على المدرجات وقعدوا يغنوا لك وينادوا باسمك. 150 دقيقة حب غنيت للجمهور ببيت الدين، كم لحظة حب، كم دقيقة حب الليلة لمهرجان قرطاج؟ يعني مرات احنا عندنا مشكلة بداخلنا الفنانين من نرجع من المسرح. يعني فعلا هنا تبدأ المعاناة. يعني بنبدأ مع مثل خاصة مثل جمهور قرطاج، طالما احنا اليوم في تونس الجميلة، الرجوع للغرفة من بعد حضنهم الجميل مشكلة كبيرة تكون، فمرات يعني ما نحس بالوقت بصراحة. سامع، بدي اسمع بعد أكثر، خلي يسمع، لأنه كان قلق. ما بعرف إذا بتصدقوني إذا قلت لكم إنه أبو وسام سألنا نحن وجايين على الطريق لنوصل لمهرجان قرطاج، قال لي جمانة طمنيني في عالم موجودين، في جمهور، ما إله حق يسأل هيك سؤال أبداً. معروف عني انه انا ليه قلق؟ القلق هذا معي عايش كل حفلاتي، وذلك قبل الحفلة تمر الدقائق ثقيلة، فحتى اطلع المسرح يلا تبدا الراحة النفسية. حتى هلا الناس شايفيني إلي ثقيلة، بيقولوا لي خلصي بقى المقابلة، يعني بدنا نشوفه على المسرح. مثل بدنا نشوفه، يلا ان شاء الله. كأنه لقاء غرامي تحت الشجرة وحجر. هلا كثير رح يحسدوني على الإطراء وعلى الغزل الحلو. خلص منكمل اللقاء ومنأجل الحفلة إذا شيء. اعتراض. أبو وسام، بكرة يوم المرأة، والمرأة بطلة بحياتك وبطلة بأغنياتك، وأنت بطلها دايما. يوم المرأة في تونس وجه لها شيء. إحنا اللي حرصنا نقدم اليوم كثير من القصائد وكثير من لغة الغزل الموجود، اختارينا مجموعة أغاني تناسب هذا اليوم. اللي يعدها حبيبها فيكون يستمتعون اثنيناتهم بموسيقى الحب. اللي تنتظر حبيبها فإحنا نسمعها كلام الغزل حتى تعيشها الخيال الجميل لحد ما تلتقي حبيبها. والكل هي حاجة إنسانية بداخلنا أكيد. يعني فأعتقد أنا سبقت وعايدت عائلة أمي قبل كل شيء، يسمحوا لي كل جمهوري طبعاً، فوجهت لها يعني قبل ما أجي الحفلة، وخاصة أنه طلبت من عندها الدعوات إن شاء الله دي. يعني من الضيق أحياناً النفس، من الضيق الحياة فينا، فمرات دعاء الوالدة ولمسة أولادي الله يخلي لك إياهم، ونحن منحييهم أكيد. قلبهم كبير مثل كل الجمهور لما بتطلع على الشاشة. طمني عن حبيبتك اليوم، عم تسمعك كمان ولا بس حبيبات العالم؟ والله أنا اليوم أنا مثل اللي ما عدوا ما أحب أدان تضر حبيبتي ما زلت. كتار ناطرينك على المسرح أبو وسام، ألبومك الجديد نحن بانتظاره، قرب يصدر. هو أنا أخرته لأن كثير سألوني ليش تأخر، ف
تأخر لي أن ملاحظات كثيرة. تعرفيني أنت ما شاء الله من زيديني عشقا، وتعرفين شخصيتي وقلقي فغيرنا كثير في الألبوم. كل شوية نغير كلام، كل شوية أغير في اللحن، كل شوية خاصة هذا الألبوم ما خليت يعني موزع فيه، فالجهد كان كله علي وحدي. تقريبا 11 أغنية جهودي يعني كلها، إنه حتى التوزيع ماكو توزيع، كل شغلي، كل عملي موسيقتي ولسه بعد ما اختاريت، يعني لسه بعد احتمال في مفاجآت أخرى أخلي فيه، وإن شاء الله يعجب الجمهور، لأن هو لون جديد. نعم. تخت شرقي، يعني ما خليت فرقة موسيقية كاملة، خليت تخت شرقي على الأسلوب اللي كانوا يسجلوه بالخمسينات. ليه؟ حسيت إنه كل آلة تعزف داخل الاستوديو تعطي حقيقة تعطي إحساسها، يعني لأن الآلة أحيانا من تكون ضمن مجموعة آلات تضيع، بينما من تكون الكمان من يكون وحدة عنده إحساس غير شكل، العود من يكون وحدة عنده إحساس غير شكل. حلو. الناي، التشيلو، كل شيء، كل آلات هذه. فحسيتهم يبدعون أكثر. رح يكون في نصيب للقصائد وللأغاني الشعبية بالألبوم الجديد؟ ما القصائد بعد ما أعتقد رح أختار قصيدة بعد ما كله شعبي للهلا. احتمال الأغاني. هو مو أسلوب إيه، هو شعبي بس مو الشعبي الشعبي اللي نتكلم عنه، يعني اللهجة العامية، يعني باللهجة العامية رح يكون. إن شاء الله ناطرين الألبوم. ما بقى بدنا نطول عن الناس أكثر، موعودين. عم نقرأ أفكارهم أكيد، أحساسهم وصلنا لهون. إن شاء الله موعودين بليلة فن وإبداع وحب الدرجة الأولى ورومانسية تيطل القيصر. بتحب لقب القيصر؟ والله هو ده طالما تكريم يعني، فأنا أشكر كل اللي كرموني، بس أنا أحب اسم كاظم لأن أمي سمتني. الله يخلي لك إياها. قادم الساهر رح يطلع المسرح بعد لحظات، تكونوا معنا بسهرة ما رح تكون إلا سهرة عمر. شوفوا قرطاج، عيشوا قرطاج، رنوا قرطاج.